برادریه. زاوية رهيبة طلع لك فيه معالم. هذا أرضي يسمى طلع لك. سلم على المشتركين المتابعين. ما يمشي التقاطع هذا؟ طبعا التقاطع الجامعة ما لي دوام، ما دوام شو يصير هنا؟ بس لا يمكن امتحانات ما السادس يجون يمتحنون لنا. اي بس بسيطة مقارنة بدوام جامعة كاملة وأقسامها وعمادات رئاسة الجامعة وزارة العلوم والتكنولوجيا هنا. يعني قصدي من واحد يروح يودي أهله هناك؟ من يودي أهله هناك؟ الراحة والرجعة سهلة. شنو 25؟ ألو ألو، لا لا ما عندي شيء. إي الله يسلمك الحمد لله. مالك أبوي؟ لا والله ما عرفته. يقول منو هذا عبالي جابون؟ ليش ما طلع لي رقمك؟ أبو ألان حبيبي الولد شلونك؟ أنا كل زين الحمد لله خير من الله. صارت عندي تيسترات قليلة، فانتظرنا فترة بإذنك. لو التدريب ضروري. أي. Okay.
وحتى لو يبقى انسان مثل عايش بس هاي ميتين مو هاي تنخر توقع على غفلة سوي لك كارثة ما ادري احتاج ليش كم سنة حتى تنخر بس هو الخشب بسرعة يروح ترى بس كنت تاخذها كبيره ولا شارع قبالك انت تحاول بيت وتراب كل شيء كنت تاخذها كبيره يا بنشوفهم القصر اللي سووه بيه لو بنشوفه لا ينفعون ولا هذا شو اسمه السين ما يخلي احد يباوي حلو هذا ما شايف قبل شلون ما شايف قبل حتى الميكانيك كان